تحتفي سلطنة عمان بالذكرى 48 ليومها الوطني، وهي تنعم بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف المجالات. هذا وتشهد العلاقات البحرينية العمانية حرصا متبادلا على تنميتها والوصول بها إلى أفاق أرحب. في 18 من نوفمبر من كل عام تحتفل سلطنة عمان بذكرى عيدها الوطني الذي يحمل في ثناياه عبق تاريخ السلطنة العريق وعظم المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عمان في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد. يشهد العالم بإسهام سلطنة عمان الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي وتنمية كل القطاعات كالتعليم العام والعالي والخدمات الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حد سواء. ولطالما اكتسبت العلاقات البحرينية العمانية أهمية خاصة وتقاربا في كل الجوانب التي تدعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك ترجمة للاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه العلاقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والرغبة الصادقة في أن تكون هذه الروابط على درجة عالية من القوة والمتانة. حاضر مشرق تنامت فيه هذه العلاقات ومستقبل يبشر بمزيد من الروابط وفتح آفاق التعاون بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في مختلف أوجه الاستثمار وبناء الجسور الاقتصادية وتعميقها. فلطالما كانت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين منطلقا لمشاريع تعاون مشترك. وتأتي احتفالات عمان بهذا اليوم المجيد على قلوب العمانيين، والسلطنة تمضي قدما في ظل مجد عظيم رسخ جلالة سلطان عمان أركانه ورسم طريقه وأهدافه ووضع قيمه المتزنة.